kids. دعونا نتعرف على صديقتنا في هذه المقابلة. ما اسمك؟ آية. كم عمرك؟ 5 سنين. من أكثر شخص تحبه؟ ماما وانت ومامبت وخالد وإيمان وهدير وأليس وأمال. أحسن هم صحابي. ما أكثر شيء تحبه؟ سوبرفايلي ودانس المدرسة و ألعب مع عمار. كيف ترى الحياة بعد 50 عام من الآن؟ هلو. من الشخص الذي تريد أن تصبح مثله عندما تكبر؟ زينوش. نحن زي نقدم. نراكم إلى اللقاء.